أكيد التحية ليك كابتن إسلام. طبعا الدكتور المتألق الدكتور أحمد ثابت ملك التحليل في مصر طبعا، والتحليل الرقمي. تشكيل النادي الأهلي فور صدوره زي ما توقعت، بيقود هجوم النادي الأهلي وليد أزارو. أبدأ لك التشكيل في حراسة المرمى، محمد الشناوي أمامه اثنين سردباكات، أيمن أشرف ورامي ربيعة، على الجانب الأيمن أحمد فتحي، وفي في طبعا الباك ليفت محمود وحيد، أمامه عمرو السولية ومجدي أفشة، ثلاثة احتراس الحربة رمضان صبحي أجا ي حسين الشحات، وفي الهجوم وليد أزارو. احتياطي النادي الأهلي اليوم شريف إكرامي، سعد سمير، وليد سليمان، أليو ديانج، مروان محسن، أحمد الشيخ، محمد هاني، وبكده يبقى خرج من قائمة 19 طبعا الحارس علي لطفي. لسه حرس الحدود ما طلعش التشكيل بتاعه، ولكن علمته من الكواليس ان الكابتن طارق العشري يمكن كان غاضب جدا من لاعبي فريقه بعد اخر مباراة في الدوري مع امام اف سي مصر، وحذر من مباراة النادي الاهلي وطلبهم طبعا بتقديم عرض مشرف امام النادي الاهلي. النهارده فايلر يمكن كان حريص يقعد مدة طويلة جدا في استاد القاهرة، ويمكن لف يمكن معظم الاستاد، الراجل منبهر باستاد القاهره. دي كواليسنا الى الان. كابتن اسلام عوده ليك من جديد، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف.